يا ساتر. اوه وتطيح في اللافا. يوه 27 هارتس بيت. السلام عليكم، اليوم مقطع جديد. اليوم جايب لكم مقطع او الجزء الاخير من انقاذ القريه، واليوم معي دحوم رفيق السلسله هذه ثلاث حلقات، ومع انجال البيضه. لا تكلمني لو سمحت. انجال البيضه اسمع، لا تكلمني لو سمحت. لا تنسوا كل شو بيسال. كل العالم الحين مع انجال البيضه، فاذا بتشتري انجال البيضه ولا اي غيره مسكنات بي اس ال، لو 10% يحطونه منكم اكون شاكر لكم، مع انه ما في الا 1% او اقل من 1% حاطينه منكم. بس يقول تنبيه، هذا الجزء الثالث والاخير من الماب، اذا ما لعبت الجزئين الاول والثاني لازم تروح تلعبهم، هذا شيء معروف. كود الماب الجزء الاول والجزء الثاني، اذا بعدت لازم اوقف خريطه. لازم الغاني، انا بحطه 8%. يقول لك حياه واحده بعدها ستموت. قول ليه؟ اذا كان معك واحد بيطيح نوك اوكي، في كلام بيطلع لك الشاشه لا تجاهله، مهم انك تقراه. اوكي يقول اي صار زر حسابه. اوكي بسم الله. لك حياه واحده بس. تذكر شيء صار؟ تذكر شيء صار؟ ان احنا طلعنا وخذيت سيف وذبحت الناس وما ادري ايش، هذا اللي اخر شيء طلعنا من المكان يعني. يب يب يب، بس هنا شوف لا بسرعه. اقرا تعليمات وتبع جيدا لتستطيع هزيمة قائد الدخلاء. اقرم اليمين، عندما تخرج من هذا المكان وتواجه قائد الدخلاء من الممكن ان يستدعي اتباعه حتى يجب عليك القضاء عليهم. في ساحة كبيرة تقريبا تواجه هناك، وحولكم الكثير من الحمام البركانية، من المحتمل ان يكسر عليك الارضية ويوقعك في الحمام. يوجد في الساحة 13 ارضية لونها اسود. عندما تسمع يقول ان سيكسر الارضية، اركض مباشرة وقف فوق الاراضي السوداء لكي لا تقع. حول الساحة يوجد ثلاث رادارات وهم سي وبي واي، يجب عليك كسرها لتحلل القاعد. اوكي فهمت الفكرة، انت قاعد تشوف الاسهم صح اللي ورا؟ يب هذه الرادار، هذا لازم كسرها. مجرد ان يفتح لك الرادار اركض واكسره، عندما تكسره ابتعد عنه لانه سينفجر. والان توكل على الله واذهب. بسم الله. في شيء هنا، اصبر. الله واضح هذا سيف. سيف بس. اوه اوكي واحد. والله لقط. لا لا مو كذا، خلاص هو اصلا ما يخلص. يقول تحذير، اذا سقطت على لابس تموت على الفور. اه لا اله الا الله. بس المعركة الاخيرة. المعركة الأخيرة جي. هذه الأشياء السوداء ها شفتها؟ هذه ما راح تطيح. طيب. أوه يا لشجاعتك يا إلهي، شجاعتك تذوق المر يا سيال أحمق. انزل لي 1v1، ليس لدي نفس الواجهة، سجل أتباعي. الله يقدر، ذا الأتباع كل هذا كل مرة يطلعون. الله ياخذ، مو بضيق هذول كثير هالمرة. أوه ملاحظ إنه ما في هيل كثير. يعني ما معنى هيل. شلد منهم. 250 بس شيل. ايه. انا خوفي الحين فجأة يصير في شيء مرة قوي. طيب متى يفتحون ذولي؟ هل لازم نروح عندهم؟ لا اصبر. اتسميها لا اي اسميها اتباع. لا يا غبي احنا اللي قاعد نقول له. ماذا انا هؤلاء؟ اوكي. ظل اقوى ترى. هيد شوت. اي التاريك. عطنا موارد خلنا نبني، والله اوريك فيهم. والله ما اخليه حد يلمسني حتى يلمسه. ايزي. هات اللي بعده بسرعة الحين بيجيب الصفر اتوقع. لقوي هذول. يسمي هنا لا يتباع الحين على طول. ايه. انا مروق، معركة أخيرة مروق. اشرب موية. انا قاعد اشرب شاي. حش اسوان سلم، حش اسوان. كل شيء يرسمون هذول. ايه هنا. انت خليك على المربعات السوداء بس. ما اقدر اكسر يا ولد. وين نروح؟ ايزي يا ابوي. ليش ما تجيني تفك امنا؟ انزل لي، اقول له انزل لي بس ما يفهم. والله ما يخليك اصبر شوي. حلو. الله من لا ما منا صايمين الحين. الحين تعدينا العيد. اقول لكم بصير وح. شو امه ذا؟ والله اني قايل لك يجيب الكبار ذولي اللي ذا قوي ترى. اسمع. ايزي يا رجال. بس انا قادم. انا قادم. حياك الله. هذا هو. لا لا تقول لي هذا هو. والله شكله هذا هو واقف. هو خليك هالمربعات السوداء. شو يوقف ذا؟ ايزي اغدغم عليه هذا بسرعه واكسر ادات. اي اكسرها. احس ذا اقوى صح؟ او اسرع. صدق لو رحنا له يمدينا ذا، بس خوفي يطيحنا. والله صوت الاسلحه مزعج. سحبت انفجار. اوكي بسرعه. وين الانفجار؟ يا ساتر دينا كسرنا انفجار.
الحين بيبدا مره ثانيه بعدين ثالثه وزي كذا. 12000 ببلش 6000 او لا يعني كذا اي بي سي. حلو جاتني غضب سوف اوريك ما في جعبتي. ارني ما في جعبتك ايها الاحمق. سيكسر عليك الارضيه لقاك في اللعبه القفل. ايزي ها يلا انا بروح اطلع. وش الرقص انت؟ يلا بسرعه وينك انت تغضبني. اوه اثنين اقطع امه. عندي ثلاثه والله تراقبني بس ليه قريب منه كلبين. اه شت هذا مو بزابن هذا دايخ الله يعطيه العافيه. عشان كذا بدبلهم بدبل نفس الاستاذ. ليش ما جبت اكثر منه؟ والله فكره انه ندبل بس انه ما يحتاج. اوه سيكسر عليك الارضيه. اوه لا استهبل ذا هذا الشيء اللي ما توقعته. كنت نرقص بعد فجأة الثلاثة وجي جي لما انتهي بعد انا لك مزيد. اوكي ارسل 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 بي 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 هله 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 طعمهم سريعين طعمهم دقيقة سلوم والله سريعين مرة أم الضيقة يا ساتر يا رب سلوم فزع رحم الله. أنا عندي يا ساتر. أوه بغيت تطيح باللافا. يوه يوه يا ساتر والله سريعين مرة. ويحك يا فتى ويحك أنت ورع ايش ما وقف على الأسود ذا احتياط طعم السرعة يا ضيف. اي والله من جد تفاك أقوى منك والله يا حبيبي. يا طعم سريع بعد. هي يا رحم امك يا رحم امك. اسمع 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 والله ما كنا نغلط فيك انت. وش وضعه والله اقوى مني اللي قبل شوي. نوك 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 بس نوك نوك يلا اكسر اكسر بي 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 تحت الثال هنا اتوقع لازم نروح له احسن لان كيف بنطول. لا لا بينفجر هو طول بي شوف. اوكي اذا قربنا من نكسر راح نرجع. اوكي ابيه اتوقع بالسيف بالاكس عندنا صح. كم دمجه؟ 150 عداها. اذا قرب قل لي اذا قرب قل لي عشان اخر. يلا 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 انفجر انفجر. اوكي باقي الحين سي اللي هي 12000 يا ساتر. تب اللاك لاك هذه ايش؟ اوكي سرسل عليك اشعاع احذر منه. اوه توخر يسار يمين زي كذا. اوه شوفه يب يب شفته. اتوقع يسار انت تحت الثلاث هنا. ايزي ايزي يا رجال بس واحد والله بطيء مره ذا. لك الاسود يا طيب تخيل راح يكسر السي. والله اكون شاكر له صراحه. ماذا عن هذا؟ لا يا ولد هذول سريعين يا اخي. لا هذول اوه يرمون بعيد يرمون بعد والله مره قوية. هذا يا اخي والله مستر ويرمي بعيد. وضعية الرمية الملتهبة. ناني اوكي ناني اوكي شو امك انت قلبت ياباني. اوكي والله قلب انمي. ايش في؟ مو بشغلك. انا اذا خلصت السالفة علموني. ها اكسر الارضية عليك. اي بوش انا اتفق على هذا. خشش انا خشش. لا 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 يفسون يفسون يسمم. الله ياخذهم. سلوم يسمم ذا. ياب ياب علقت انا جاني لاك. اوكي الحمد لله رجع. عم الضيقة الله ياخذ ليش. واذا متنا جي جي. والله جي جي. احضر مشاعر. بعد واحنا هنا. لا وات. اوه يسار يمين يسار يمين. لمسني. شيت. المسك؟ ياب. انا استعجلت فيها. هل تعاني؟ لا اعاني انا. يا خلاص. لا 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 بموت جي جي. جي جي سلم. والله شكلي بموت انا. الله جي جي. الله جي جي. انا شوف اللي هي اللي يا ابوي. والله شكله بنموت. بموت انا. هذا متى يخلصون؟
وخرعني لا يا ناكل مني هذول عاد هذول عاد هذول يشيلون من الشيلد هذاك يشيل من الهيل لازم انفجر الله ياخذ ما ادري تو انفجر اوه يا مات كذا انفجر يدمج الله ياخذ ليزه والله ذبح خويه اللي بعده يا ليل شيت والله خلاص تو ماتش اوكي انا مت احشروك والله والله يرجم بعيد يقطع شكله ساتر بسرعة 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 نعشق الأسلحة رجموا أهلي يلا باقي هذا شوي بفك أوكي سوف يأتي تعال انزل أنت أضعف واحد فيهم انزل بس يا والله هو بدني جي جي ترى عاد زكي واخر عنه واخر عنه والله سريع والله سريع شفت أقولكم بس اكسر الأدرات تنكسب تنكسب 7000 4000 يلا 2000 2000 ما بقى 1000 جهز النحس ها يلا بتنكسب يلا يلا الفقعة 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 ايزي الحين لو ذبحناه اتوقع ما يرسمن تتوقع بيرسمن مرة ثانية قاعد دخله كثير غضبي ايزي يا رجال ذبحناه ثلاث مرات والله اني قايل لك خلاص هذا اخر مرة اسمع اسمع اذبح ذولي اذبح ذولي اذبح ذولي خله خله اوكي 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 اذبحهم لا يجوني ارحم امك لا يجوني عرف ذولي الزومبيز اللي في كود كود 7 يلا كود الزومبيز يحبون اسمع انا بسوي استراتيجية ونذبحهم احكي دمر انت دمشت من ذولي الله ياخذ ليس خربيت هذا ولد سريع لا دمجني لا لا حول عليك تبغى تجرب الضربة حقته تقول جاك يلبي طلبك ايزي 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 اهرب اوكي اوكي والمكان سينفجر بالكامل وين نطلع؟ من هنا اكد طلع صوت من هنا ما ادري اوكي هذا كان مقفل قبل اتوقع والله العالم يعني من هنا شفت اوكي بعدين اوه اسمع صوت الفوز اصلا خلينا نفجر المكان يا ساتر يا رب يا الهي اخيرا انتهت الحرب الحين بيقول قائد دخله سبرايز ايه موسم الجاي ان شاء الله سنعيش السلام الان وسنضع حد للذي يهجم القرية مرة اخرى يو ساتر لا صدق اني مرت كل هذا لانقذ القرية ولا زلت على قيد الحياة والله هي 80 الا كان ايزي الحمد لله بس خلاص خلصنا؟ امك الله لا نهاية القصة اشكرك شكر من اعماق قلبي انك لعبت القصة كاملة ووصلت الى هنا اتمنى من اعماق قلبي انك من الماب والقصة كاملة عجبتك لا تنسى تضيفني وتدعمني تقدر تعبي كل هذا اللي اسويه لعيونكم هذا كود رايتم شوف حقه ما ادري وهذا قناته في اليوتيوب ما ادري مين وحساب في انستغرام ما ادري مين طلب صغير لا تنفذه فضلا وليس امرا انك تقيمني تقول لي رايك في الماب اوكي طيب راح انت الماب هنا لو تاخذه يا اخي ما تلاحظ ان الجزء الاخير صار فيه اشياء حلوه احس انه افضل من اللي قبل يعني احس انه اختصر الموضوع هو بالنسبه للمقطع بيصير فيه ازعاج اصوات زومبيز بس يب يب بس انه حلو حلو الفكره انه كل شوي يضيف بوس اقوى من البوس اللي قبله ولا يضيف زومبيز اقوى من اللي قبله وزي كذا ففكره حلوه انا اشوف انه احسن من اللي قبل اللي قبل كان يمشينا ويمترنا على الجزء الثاني قصدك انت الثاني والاول كله كان في تمتير كان في تمتير بس مره مو بزي الجزء الثاني انت الله يعطيك العافيه الثاني انا تعبت فيه تعب يا ساتر الزبده امشي خلينا نلعب خذ انت انت على بالي انه بوديني شيء يو وين جي جي يا ساتر اي سلام ايه سلام 30000 انا والله ما كنت ادري انه بالبكاكس يعني عموما بس هذا كان مقطع اليوم ان شاء الله مقطع جيكم ليت ما تنسون زر اللايك واذا ما شفت مقاطع اللي قبل تقدر في اخر المقطع يطلع لك الجزء الاول الجزء الثاني اللي تبغى تشوفهم ويا ليت تشوفه بترتيب اذا انت يعني دخلت الحين مقطع قدمت تبغى تشوف شو النهايه انصحك انك تشوف من البدايه وتشوف الجزء الاول الثاني بعدين الثالث وعموما قناه دحم في الديسكربشن كود ما في الديسكربشن اللي يبغى يلعبه يعطيكم العافيه على الدعم الرهيب على هذه المقاطع على هذه المبات على كل شيء وشكرا للعرب اللي قاعد يصمم المبات والله شكرا جزيلا لكم الله يسعدكم بس شكرا على خير سلام